إنسان جديد من حقه فرصة للحياة. هنساعده يبدأ من جديد وبكل حب احنا معاه. هنا بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون مساعدات عينية من أجهزة كهربائية ومواد غذائية ومشروعات صغيرة قدمتها وزارة الداخلية للمفرج عنهم وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في إطار المنظومة العقابية الحديثة التي تهتم بالنزلاء عقب الإفراج عنهم وتلبي متطلبات واحتياجات أسر النزلاء. هنأهله وناخد بإيده نعلمه صنعة تفيده تبقى لي طوق النجاة. الحقيقة شيء يفرح بالإضافة للمشروعات الصغيرة اللي قدمت للأسر النزلاء السابقين اللي بتفتح لهم طاقة أمل وطاقة عمل جديدة. شفنا النهاردة حاجة مشرفة وباين يعني في كل المجالات والاهتمام بالنزلة وتنميتهم وثقافتهم وتقديم اليد لعليهم لإعادة تأهيلهم والانخراط في المجتمع مرة أخرى حاجة مشرفة بجد يعني. فرصة تم إتاحتها للمفرج عنهم بمساعدتهم لإنشاء مشروعات صغيرة ليتمكنوا من التكسب من ورائها لمواجهة أعباء الحياة اليومية. وحاول ان انا اقف على رجلي تاني وارجع ابدا مستقبل نفسه وحياتي مستقبل جديد. بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على وقفته معنا وان هو بيساعدنا وان هو بيخلينا حاجه في المستقبل او حاجه في البلد. كده هستلم النهارده عربيه عامة عليها اكل وعيش منها وابدا حياه جديده بالانسانيه والامل وبالاراده والعمل والحب بيننا. وقد حرص قطاع الحماية المجتمعية على تنظيم احتفالية لتسليم هذه المساعدات التي تتسم بالدورية والاستمرارية وهو ما أشاد به المفرج عنهم وأسر النزلاء. الناس كلها واقفة جنبي وبيقولوا لي انت عايزة ايه ووعدوني طبعا عايزة مشروع قالوا لي هنعمله لك. كنت كاتبة قبل كده على مكنة خياطة جابوها لي ودلوقتي كنت كاتبة على جهاز جابوه لي. كل شهر خد بالك بيدينا مساعدات وعلى دخول المدارس وخد بالك لبس الاولاد وشنطه كتب واي حاجه محتاجينها بنلجا ليهم وهم بيتاخروش عننا. الاحتفاليه شهدت فقرات موسيقيه وغنائيه قدمها نزلاء مركز الاصلاح والتاهيل وادي النطرون تعكس نجاح البرامج المتخصصه لاثقال مهاراتهم الفنيه والتي يشرف عليها مختصون في هذا المجال. كنت بمارس مهنة الإنشاد الديني وجيت هنا نمى معايا المهنة. بطلع كل يوم بعمل بروفات وفي دكتور بيجينا نستفاد برضو منه حاجة. وتحرص وزارة الداخلية على إتاحة فرص عمل للمفرج عنهم في المشروعات الزراعية والداجنة والحيوانية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ليتمكنوا من تلبية متطلباتهم الحياتية ومواصلة الحياة بصورة كريمة ما يساعدهم على الاندماج السريع في المجتمع.